يسعد أوقاتك ميس، وشكرا لك. آخر أخبار الرياضة بعد هذا الفاصل. حافظ فريق الجيش على صدارته للدوري السوري لكرة القدم بعد أن تغلب على فريق الطليعة بهدف دون مقابل، وذلك في الجولة 25. كما تغلب فريق المحافظة على فريق الكرامة بهدفين مقابل هدف واحد. ومن أخبارنا المحلية إلى أخبارنا العالمية، حيث جمد نادي برشلونة الإسباني دفع مكافأة لنجمه نيمار بقيمة 31 مليون دولار في انتظار تبيان ما إذا كان سينتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي أم لا، بحسب ما أفاد مصدر في النادي الكتالوني. من جهته نشر المهاجم البالغ 25 عاما شريطا مصورا اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تواجده في مطار دبي الدولي في طريق العودة من شانغهاي الصينية، حيث تواجد للمشاركة في نشاطات ترويجية، إلا أن وجهته بعد دبي لم تتضح. وتأتي تقارير عن احتمال انتقال نيمار إلى النادي الباريسي في عناوين الصحافة الرياضية في الأسابيع الماضية في صفقة يتوقع أن تبلغ 222 مليون يورو وستكون الأكبر في التاريخ. نفى نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو أمام القضاء الإسباني تهمة التهرب الضريبي من سداد مبلغ 14 مليون و700 ألف يورو للضرائب. ووصل لاعب الريال إلى المحكمة وسط احتشاد كبير لعشرات المراسلين لمختلف وسائل الإعلام، واستمرت جلسة الاستماع حوالي 90 دقيقة، خرج منها نجم مدريد دون أن يصرح الإعلام بأي كلمة. وكان رونالدو قد استدعي للمثول أمام القاضية مونيكا جوميز لإدلاء بأقواله في الاتهامات المنسوبة إليه من قبل مصلحة الضرائب الإسبانية. تعاقد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رسميا مع الصربي نيمانيا ماتيتش قادما من مواطنه تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز. وقدرت الصفقة بنحو 40 مليون جنيه استرليني. وسيجتمع الصربي البالغ 28 عاما بمدرب سابق البرتغالي جوزيه مورينيو. ووقع ماتيتش عقدا مع اليونايتد لثلاثة أعوام مع خيار تمديد لعام إضافي. وأصبح الصربي ثالث لاعب يضمه اليونايتد في فترة الانتقالات الصيفية بعد مدافع بنفيكا السويدي فيكتور ليندلوف والمهاجم البلجيكي روميرو لوكاكو من إيفرتون. تعاقد نادي إشبيليا الإسباني مع لاعبه السابق خيسوس نافاس في عقد لمدة 3 سنوات مع الفريق الأندلسي. نافاس تواجد في مانشستر سيتي الإنجليزي لمدة 4 مواسم قادما من إشبيليا ليعود مجددا لبيته القديم الأندلسي، ولم يذكر النادي تفاصيل إضافية عن العقد والراتب. الجدير بالذكر أن نافاس بدأ المسيرة مع إشبيليا في الفريق الأول وذلك عام 2003، وشارك مع النادي الأندلسي في 393 مباراة رسمية أحرز فيها 34 هدفا. هزمت ماريا شاربوفا منافستها جينيفر برادي في مباراتها الأولى ضد الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من عامين في بطولة ستانفورد للتنس، وذلك بعد إصابتها وابتعادها لمدة 15 شهرا بسبب الإيقاف المتعلق بالمنشطات. وعادت اللاعبة الروسية الفائزة بخمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى إلى التنس في نيسان عقب إيقافها لسقوطها في اختبار للمنشطات، لكنها أصيبت في عضلات الفخذ في بطولة إيطاليا المفتوحة في أيار، وواجهت صعوبات أمام برادي قبل أن تفوز بمجموعتين لواحدة بواقع 6-1 و4-6 و6-0. بين تعدد البطولات وتنوع المنافسات جولة في